بديت مرحلتي بالرسم واني من طفولتي صف سادس ابتدائي بصف اول ابتدائي بديت ارسم وحصلت على تشجيع من باقي الطلاب ومعلم الفنيه. وبعدين المرحله الثانيه المتوسطه هم اكتسبت خبره من بعض الرسامين اللي مع المدرسين اللي تخرجوا من أكاديمية الفنون الجميلة واستفادت من عندهم بالنسبة للون وبالنسبة لأسألهم ويجاوبوني. فحبيت هذه الموهبة من طفوليتي وتنمت عندي هاي الموهبة لحد هذا اليوم. بديت مرحلتي صف ثالث متوسط شوية صار عندي ظروف تركت المدرسة. فأنا كان طموحي أقدم المعهد فنون الجميلة وأمشي بسيرتي الفنية. فاني التجأت المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية أروح مثلا للسوق أشوف بعض الحركات مال الناس وبعض الأحيان بالأرياف وبعض الأحيان يعجبني موضوع بين أني أرسمه وهاي رسمي أنا الرسم الواقعي. شاركت عدة مشاركات محلية اللي داخل مدينتي ومشاركات داخل المحافظة مثل مهرجان المتنبي أو يصير مهرجان كثيرة. أما مشاركة وإما إلي مثل لوحاتي آني مو مشاركة مثل معرض فني إلي إيه. وقمت معرض بأكاديمية الفنون الجميلة بواسط بهذه الأيام. وقمت
خارج المحافظة بغداد، وزارة الثقافة والإعلام قمت بها معرض أكثر من 30 لوحة، وقمت مشاركات عديدة ما تنحصي. Thank you.